التصاوير التماثيل الأصنام قوي هوا شانغ يجي ديو سو شانغ أول شرك حدث في الأرض بهذه شبهة التصاوير والتماثيل 在大陸上最早出現的舉辦就是由於畫像和塑像 لا يمكن أن يكون عندنا تمثال صنم في البيت إذا كان في البيت لا تدخل الملائكة 不允許在家中有畫像和塑像如果家中有畫像和塑像 那麼惡魔 لا يمكن أن أجعل تمثال لأبي أضع مثلا صورة الأب والجد في البيوت ولا تخرج الملائكة 如果家中有画像和塑像，那么天使们就会离开你的家。 لأن بهذا حدث أول شرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. 这是大地上最早出现的举办，在诺亚时期就出现这样的举办。 لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. 只我们信是只这个认为只崇拜阿拉是伟大。 هذه التصاوير التماثيل تؤدي إلى الشرك الأكبر نسأل الله السلامة. 这些塑像和画像会导致举办大举办。 نعم والصورة الوجه إذا زالت معالم الوجه في الصورة أو إذا تمثال نزيل الرأس كامل يصح وإلا لا يصح 如果是画像应该消除它的面部的画像以及塑像消除它的头部那就可以了 ثم هؤلاء أهل التصاوير والتماثيل يضاهون خلق الله أرادوا أن يصنعوا كما صنع الله سبحانه وتعالى وما استطاعوا 有些人他们试图模仿了创造去画像和塑像 ثم هو يعذب بهذا الذي يصور ويمثل 他因为这种画像和塑像会受到刑罚 فلا يمكن أن نقتني هذه الأشياء الأصنام ونجعلها في بيوتنا 不允许把这些画像和塑像放到自己的屋里 نعم no.